عند هذه الفئات اللي هي كيمسها العنف كل ما كان المستوى ديالها التعليمي. اليوم يعني كننظموا هذا اللقاء التواصلي والتفاعلي مع مجموعة من المنابر الإعلامية ومع الجمعيات الشركة ديالنا، واللي كيجي في سياق اختتام ديال الموسم الاجتماعي ديالنا كاتحاد العمل النسائي وكمركز النجدة لمناهضة العنف ضد النساء، اللي قدمنا فيه تقريرنا الدوري من شهر شتنبر 2023 حتى نهاية هذا الشهر يوليوز، حصيلة ديال العمل ديال المركز طيلة هذه الفترة وهذه المدة، مجموعة من المؤشرات والأرقام اللي كتورينا توزيع الترابي والمجالي ديال العنف، تصنيف ديالو يعني حسب الفئات العمرية، حسب المستوى التعليمي، حسب المستوى المهني، وكذلك حسب المستوى الاقتصادي. حاولنا نرصدوا الكلفة الاجتماعية والنفسية ديال العنف والتأثير ديالو على المجتمع، وكذلك التقرير ما كيعنيناش حنا كجمعية فقط، ولكن كيعني كافة المتدخلين والشركاء ديالنا فيما يخص يعني التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللي من خلاله قدمنا مجموعة من التوصيات اللي كتهم تعزيز آلية التكفل. هذا النقاش حول مدونة الأسرة والمراجعة ديالها اللي نتمناو تخلص المجموعة من التغييرات اللي تقدر تستجيب المذكرة ديالنا الترافعية ديال اتحاد العمل النسائي وتجيب على مجموعة من الإشكاليات اللي طرحناها واللي وقعت فيها المدونة الحالية، وفي نفس الوقت مؤشرات بالنسبة للسياسات العمومية المعتمدة فيما يخص سياسات اللي تكون تقارب أو تعتمد منهجية اللي كتأخذ فيها بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، كتأخذ فيها بعين الاعتبار هذه الكلفة كما قلنا الاقتصادية والاجتماعية ديال العنف، لأنه مجموعة من المتغيرات اللي رصدناها احنا من بعد كورونا واللي كتبين التصاعد ديال العنف، التصاعد ديال المسببات ديالو، اولا اسباب يعني تنامي مجموعه من الظواهر الاجتماعيه، وفي نفس الوقت راه الهشاشه الاقتصاديه، ارتفاع ديال الاسعار، التضخم وغيرها من المشاكل، البطاله وغيرها من المشاكل، ساهمت للاسف في تنامي ديال العنف، وساهمت انها تكون عامل في استشراء هذه الظاهره. خرجنا من خلال الشركاء ديالنا بمجموعه من التوصيات اللي غادي تكون على شكل انشطه ان شاء الله اللي غنعتمدوها في الموسم الاجتماعي ديالنا المقبل، وفي نفس الوقت ما نسيناش العنف اللي رصدناه، العنف المناخي الان بسبب الجفاف، بسبب ان المراه في المجال القروي والمجال الجبلي تؤدي كلفه وثمن هاد الجفاف اللي للاسف ولا كيخلي المراه في هاد المناطق كتعاني من اشكاليات كثيره، ربما على راسها الندره او الغياب ديال الموارد المائيه في هاد المناطق، غياب ديال المقدرات الطبيعيه اللي كانت مصدر عيش ديال هاد المراه القرويه، وكذلك زلزال ديال الحوز وتارودانت اللي كنا حنا واكبناه، اللي حل علينا يعني مجموعه من الاشكاليات اللي رصدناها في المجال القروي، وهذا الشيء اللي دفعنا اننا نخلقوا خلايا ديال الاستماع في مجموعه من المراكز باقليم الشتوكا ايتبها وتارودانت، واللي غادي يكون ان شاء الله هو العمل اللي غادي نكبوا عليه خلال الموسم المقبل من دخولنا الاجتماعي.